As the world moves from poverty towards sustainable wealth, the growth in energy demand is frightening. We do need to be thinking as scientists and engineers about how we help. We know that we want to basically be using renewable energies for all of our energy demands. The real question is, how do we get there and how quickly can we get there? لكون العالم يواجه الكثير من التحديات، فهناك علماء يسهرون الليالي محاولين إيجاد حلول لتلك التحديات، متسلحين بالمعرفة والخبرة والشغف والأمل، تدعمهم الجامعات الرائدة في العالم. لقد جئنا لاستكشاف إحدى هذه الجامعات على الساحل المذهل للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. الصحوة من الأحد إلى الخميس على قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي برعاية الصندوق الكويتي للتنمية.